سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم كما كتشوفوا كنصور لكم على برا، واخيرا صراحه ما عرفتش ما كنصورش برا بزاف، ولكن اليوم قلت ضروري كيخصني نصور لكم، ما يمكنش نبقى نصور غير في الفرماسيان ولا في الدار، ضروري كيخصني انا نتقدم واحد شويه. عرفتوا راه صراحه والله العظيم ما كنقدرش كاع نصور برا. انا ما كنبقى حايره في هذوك اليوتيوبر اللي كيمشيو في الزنقه وهادين كاميرا ولا تليفون وكيهضروا وكيعبروا على خاطرهم. انا اي فوا كنهز الكاميرا كلشي كيبقى يشوف فيا، صافي كندير بناقص وكنحشم بزاف. ما كنقدرش نهائيا نصور برا. دابا راه كنصور بلا صوت بلا والو، قلت حتى نجي للدار ندير لكم مونتاج وندير الفوا اوف نهضر معكم، لان ما نقدرش نصور نكون غاده في الطريق مثلا ولا برا كنصور وكنهضر في نفس الوقت. نقدر غير نصور بلا ما نهضر، ماشي مشكل. المهم اليوم راني غاده للناطور، غاده انا وخالتي. اليوم عندها كونترول، مشيت معاها نونسها، ما خدمتش اليوم وقلت علاش لا ما نصورش ليكم. غادي نمشيو لولاد ميمون نضربوا دوره، نتغداو على برا، نشوفوا واش كاين شي ميزات في ولاد ميمون ولا لا، يعني حلي كنقولوا حجه وزياره. غتمشي عند الطبيبه ديالها، وفي نفس الوقت غادي ندوزو نتسرى واحد شويه، وديك الساعات انا غنرجع لهاد الخدمه في العشيه، وغادي تبقاو معايا حتى الاخر الفيديو باش تشوفوني ان شاء الله شنو شريت من ولاد ميمون. وبزاف ديال الناس على برا كيقولوا لي رشيده ملي تخرجي الناظور صوري لنا الناظور، راه حنايا كنتوحشوا شحال هادي ما جيناش وهانتوما هو الناظور. نتمنى ان زعما يكون عجبكم الحال. فوالا حنا غاديين، باقي ما وصلناش، مشينا بكري، مشينا هذيك جويه العشرة، زعما العشرة انا عندي بكري. المهم مشينا باش ندخلو حنايا الاولين، ومع ذلك لقينا واحد السيده سبقانا دخلت هي قدامنا وعاد حنايا دخلنا موراها، وانا راه جالسين كتسنى خالتي النوبه ديالها باش تدخل تدوز. وديك الساعات غادي نخرجو ونمشيو نيشا لولاد ميمون ان شاء الله، نتسارى واحد شويه، واخا صراحه ما كنتش عواله، ما جبتش معايا الفلوس. عرفتي باش كتمشي شي بلاصه وكتلقاو بزاف الهمازي وبزاف ما يتشرا، وما كتكونيش هزه معاك الفلوس بزايد كتفقصي. هنا نيشا جيت عند هاد الطبله هادي كتبيع هاد الشورطات غير ب 10 درهم، هما وصفيت مات ديالهم يعني 20 درهم بجوج، عنده في اللوينات وشكيلات زويني، الاحمر البيض البيج، مهم اي لون بغيتيه كتلقاي. ضروري اختي، ضروري خفاف وزوينين، ولكن ما يشربوا بان ما تدي شي حاجه تكون من بعد ما سالينا الدوران جينا لدار عبد السلام. هذه واحد الريستو كاينه في مدينه الناطور اللي معروفه، الناس الناطور غادي يعرفوها، راه ما يمكنش على بنا عندهم البنه ديال العراسات، ماشي من ديك الماكله اللي كتشمي ريحه الزفوريه مثلا في الدجاج، ولا مثلا لا طلبتي المرقه كتلقيها غير الماء والزغاريت، هذه راه ما يمكنش الماكله شحال عندهم بنينه. واللي تفوق من مشي للناطور الا ما تغديتش هنا ما بقيت كنتغدى حتى في شي بلاصه اخرى، لان راه عندهم واحد البنه راه ما يمكنش. داكشي عندهم زوين وجليسه عندهم زوينه، داكشي تقليدي، صورت لكم غير السقف كما كتشوفوا، لان ما نقدرش نشد الكراسه وداكشي راكم عارفين الدنيا عامره، يعني ما يمكنش نصور الناس وتصوروا معايا طلبت الدجاج البلدي بحكم انني ما كناكلوش بزاف، قلت انا نجربو عندهم واش زوين، وبصح المذاق ديالو راه ما يمكنش حال زوين.
قبل ما نبدا نوريكم المشتريات ديالي كنبغيكم اللي بغات الحصه الصحراويه غنخلي لكم النمره هنايا. مرحبا والف مرحبا للحصه الصحراويه زياده الوزن المناطق الامتويه امنه ما فيها لا سيرو لا كينا لا حتى شي حاجه. ممكن ان الاطفال الصغار ياخذوها ابتداء من 5 سنين. المراه المرضع ممكن تاخذها، الرجال المراه الحامل ما تاخذهاش. راه زوينه بزاف، فيها 13 مكون منهم البوفيا، الفوة لعلاج فقر الدم، زرعة الجزر لعلاج فقر الدم، كذلك فيها العدس الأحمر كيعالج فقر الدم، وفيها مكونات وحدين أخرين ديال بومزوي، يعني شي حاجة اللي واعرة 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 بزاف، واللي خداها كيشكرها زعما والله العظيم إلا الحمد لله. ملي كتكوني كديري شي حاجة من القلب من البطاطا مابقاش يدوز، ملي تكوني كديري شي حاجه نقيه ومن القلب ما فيها لا غش لا حتى شي حاجه، الله كيسهل ليك وكييسر ليك الامور. وشكرا بزاف بزاف للبنات اللي كياخذوها من عندي والبنات اللي كيفرحوا ملي كيجربوها. ما عمر شي وحده قالت لي راه حسيت باللي راه فيها شي كينه ولا شي سيرو ولا شي حاجه ماشي طبيعيه. راه اقسم بالله العلي العظيم الا كيف ما كنجيبوا هذوك المكونات من عند السيد اللي كيبيعهم، وكنحرص على انني نجيبهم اول حاجه نقيين باش ما يعذبوناش حتى في التنقيه، وثاني حاجه كنجيب كل شيء بلدي واخا غاليين. كاين اللوز بلدي، كاين الزنجلال بلدي، المهم بزاف ديال المكونات فيهم بلديه وفيها 13 مكون. كيف ما كنقول لكم دائما عمركم ما تيقوا في دوك الحسات اللي تيكونوا زعما فيهم غير مكون ولا جوج ولا ثلاثه ولا كاع حتى الخمسه، هذيك راه ماشي الحسه النهائيه. الحسه كيخصها تكون عامره مكونات وبلديين ومنقيين مزيان النقاوه، المهم كل شيء وهداك. فاللي بغاتها مرحبا والف مرحبا، راه كنصيفط في امانه، نخلي لكم النمره هنايا. كنصيفط في امانه كتوصلك، يعني من نهار كنصيفط لك كتوصلك على 3 ايام وراه التوصيل بالمجان. يلا رجعت البنات، وبالضروري كيخصني نبارطاجي معكم شنو شريت، واخا ما شريت شي حاجه اللي زوينه ولا غاليه ولا شي حاجه سبيسيال، يعني ما كان خاصني والو صراحه، غير هو فاش كنمشي لولاد ميمون كنلقى تما كنيزه زوينين. واخا هاد المره ما لقيت شي حاجه زوينه، ولكن المهم خديت شي تويشيات وقلت علاش لا ما نبارطاجيهمش معكم. غتشوفوني هنايا في الصالون عند اختي، هنايا كتعجبني الاضاءه على داكشي بغيت نصور هنايا. المهم ها هي الميكا ديالي. غادي نبداو باول حاجه اللي هو هاد البزيطين، هذا صراحه عجبني بزاف. هانتوما شوفوا كيفاش داير، فوالا شوفوا اللوين ديالو كيفاش داير، كبير بزاف على داكشي عجبني. ها نتوما فيه جوج بلايص، السلسله الاولى كتجي على هذا الشكل هذا، والثانيه كتجي بحال هكا، وفي هاد السميطه هذه تقدري تهزيه غير هكا بوحدو، تقدري ديري له هاد السميطه هذه تهزيه على شكل صويك. هذا كان ب 40 درهم، صراحه زوين بزاف وعجبني وكانوا تما في اللوينات. المهم هذا غادي نحتاجو بزاف بزاف. وفاش كنقولوا ولاد ميمون، ولاد ميمون معروف بهاد البيجامات هادو اللي تيكونوا طوال، عجبتني هادي. المهم بصراحه كاملين زوينين واللوينات كيحمقوا، عجبتني بزاف. ها نتوما شوفوا الغوز مع الزرق مع الكحل، صراحه عجبوني وخفيفه وبارده. غير هي المشكله الوحيده اللي فيها تقدر تشرب، يعني فاش غادي نصبنها غادي تنقص واحد شويه، ولكن المهم ماشي مشكل. اصلا خديتها كبيره عليا وطويله باش ملي نصبنها غادي تجيني هي هذيك. صراحه عجبتني وعجبني اللون وكل شيء، وبارده وخفيفه. هذه كانت ب 30 درهم، صراحه كنت ناخذ منها بزاف، ولكن للاسف ما كنتش عواله على ديك المشيه على داكشي، ما ديتش معايا فلوس بزاف وخديت هذه. هذه عجبتني بزاف وحمقاتني، هذه ما كتنقص ما والو. ها هي حيتاش هذه التوب ديالها بحال داك التوب ديال الكيطمات، المهم تكونوا عرفتوا. ها هو نقرب لكم باش تشوفوا مزيان. قيستها جاتني فنه كتحمق، وجاتني على لاطيه هذيك، وكتجي قصيره يعني تحت الركبه واحد شويه. المهم هي هذه صراحه زوينه، كانوا في الغوز في الكحل واقيله في الزرق. المهم انا خديت هذا اللون هذا كيعجبني بزاف صراحه عجبتني. وخديت البنات هاد الشورطات هادو، فوالا هذا ب 10 دراهم والفوقاني ديالو حتى هو ب 10 دراهم، يعني 20 درهم. وخديت في هاد اللون هذا حتى هو عجبني 20 درهم بجوج بيهم. هنايا يعني عندنا في العروي كيدير واقيلا شي 30 ولا 40 درهم، فاش كنمشي للنادور كنلقاهم رخاص. وخديت البنات واحد الكيت من واحد لاباج في انستا، ماشي في انستغرام، في تيك توك، كيدير لهم اشهار بزاف. انا غنوريكم كيفاش دايرين باش حتى الا شفتوهم ما تاخذوهمش، لان فريمون ملي خديتهم تصدمت فيهم. ها نتوما كيجيو على هذا الشكل هذا، غتكونوا ديجا شفتوهم. غنخلي لكم الصوره ديالهم وكلشي هنايا باش تشوفوهم. قال لك عندها بزاف ديال المزايا، شنو هما هاد المزايا اللي فيها؟ اول حاجه بعدا هاد العيبه هادي فيها البيل، فوالا شفتو كتشعل حتى لهنايا مزيان.
شنو فيها؟ فيها باور بانك، يعني كتسرجي بها التليفون وكيعطيوك معها حتى الكابل، ها هو كابل قصير قد هكا، وهما في الاشهار كيبينو كبير بزاف، وهو راه غير صغير. انا غادي نوريه لكم باش تشوفوا، باش حتى اللي زعما الا شي وحده فيكم ولا شي واحد بغى ياخذهم ما يتصدمش بحالي. راه خديتهم ب200 درهم. ها هو الكابل كيفاش داير، صغير بزاف، وكيعطيوكم هنايا معاها هاد التوشيات هادو، دوغ هاد البلاستيكه هادي على القياس ديال الودن ديالكم. ولكن فين كاين المشكل؟ المشكل هو ان اصلا هاد الكيت هذا ما خدامش، الصوت ديالو قليل بزاف. كنقول انا يكمم التليفون من عندي، درت فيه واحد الاغنيه ما كنسمعهاش، لي زوديو ما كنسمعهمش، يعني خايبين ما تاخذوهمش. انا صراحه خديتهم وندمت بزاف بزاف، واصلا تقال وكيطيحوا من الودن، بحال اللي شديت هذيك 200 درهم ولحتها. فوالا، يعني عمري ما نعاود ناخذ شي حاجه بحال هكا، لان دائما كنقول ما غناخذ شي، كنعاود كندير نفس الغلط وكنبقى ناخذ، يعني اي حاجه شفتها عجبتني كناخذها. الانسان الا بغى ياخذ شي حاجه من الاحسن يشوفها بعينيه ويقيسها بيديه يسيها وكل شيء عاد ياخذها. اما كتاخذي واحد الحاجه انت ما عارفاش واش تخدم ولا ما تخدمش، بحال اللي كتغامري وصافي. يعني كيف ما قلت لكم انا هادو ما غاديش نستعملهم نهائيا، لان ما فيهمش الصوت، ما عرفتش واش كاملين ولا غير هذا اللي وصلني انا. المهم انا بغيت نبارطاجيت معكم اشنو كاين. وخديت البنات هاد الصويك هذا، شوفوا شحال عجبني بزاف واعر. المهم هذا وصلك لي زعما الحجم اللي كنبغي انا، بحكم انني كنهز فيه بزاف، كنهز بالويفي، كنهز سارجوات، المهم كنهز بزاف الحوايج انا في الصاك. ها هو الصويك ديالي، خديتو نيت من الناظور ب 120 درهم، ولكن ماشي هاد المره، هذه خديتو المره الفايته اللي مشيت وقلت علاش بلا ما نبارطاجيهش معكم. صراحه زوين، الكاليتي ديالو زوينه، ما تقشر ما والو. دابا راه خديتو جايه شي شهر، كيجي على هاد الشكل هذا. فكرت واحد الكومونتير ديال واحد البنت قالت لي اختاري شي شاركي معنا شنو عندك، زعما دير لنا داك الفيديو ديال ماذا يوجد في حقيبتي. عرفتي راه الحقيبه ديالي الا شي طلع ليها راه غادي تخلع. انا نبارطاجي معكم دابا شنو عندي هنايا، اصلا ما عنديش شي حاجه سبيسيال غير روينه وصافي. اول حاجه عندي في الصاك البنات اللي هو هاد البوشيت هادي، اللي صراحه جمع عليا كاع داك التخربيق اللي عندي. عندي لا كارت ناسيونال، عندي لي كارت كيشي، البيرمي، عندي هنايا كارت فيزيت ديال واحد هذا واحد العياده بيطريه مخبياها هنايا، راكم عارفين على حساب الخطوط ديالي. شنو عندي اخر؟ المهم جمع فيها اي حاجه هذا البيرمي، ها هو. المهم هادي كتجمع بزاف، وجبتها من شيئين ب10 دراهم، صراحه كتنفع بزاف بزاف، وكاينين في الالوان، انا خديتها في الغوز. عندي هنايا شارجور غير واحد حيت الخرار عندي في الدار. عندي هنايا الكينه ديالي بونستيل، هذه البنات غيكونوا كيعرفوها، هذه دائما عندي في الصاك ما كتخطانيش، لان كيجيني داك الوجع خايب بزاف راكم عارفين. كلينيكس، واحد كلينيكس هنايا ما عرفتش كيدير عندي. عندي ماسكارا هي. المهم انا عندي داكشي عشوائي مرون بزاف، حتى والله العظيم راه كنبارطاجي معكم هادشي حصري. شيشه ديال السنان. عندي هنا البنات واحد البزيطين هذا دايره فيه السوارت ديال الخدمه، المهم السوارت ديال الخدمه وصافي، ما عندي حتى شي حاجه سبيسيال. عندي هنا واحد 100 درهم. شنو اخر عندي؟ عندي واحد الحليوايه فين طايحه. عندي البنات هاد الزيف هذا ديال الضاطر ديالي كنمسحو مره مره. المهم شنو عندي هنايا؟ عندي الورقه ديال الماء والضو، عندي بونسيل عاوتاني. المهم هادشي اللي عندي في الصاك صافي. والويفي، الويفي دابا راني في الدار، ملي كنكون غادا للخدمه كنديرو في الصاك وكنديه معايا صافي. هادشي اللي كاين، هادي الحقيقه ديال الصاك ديالي، ما فيهش حتى شي حاجه سبيسيال، كلشي مرون. ولكن كيخصني ننظمو شي شويه، بحال دابا مثلا هاد الماسكارا، هادشي تا غادي تحيد من هنايا اصلا، ما عرفتش ديتها معايا. خصمو عندي شي ماكياج خصني نديرو فشي بوشيطة ونديرو هنايا، لأنني كنحتاجو مرة مرة. فوالا هادشي لي كاين، وهذا هو الفيديو ديالي. المهم بارطاجيت معاكم هادشي، غير مبغيتش نغبر عليكم وصافي، لأنني حسيت براسي هاد الأيام مبقيتش كنشارك معاكم فيديوهات بزاف، لا في الفرماسيان لا في الدار. وليت كنغبر، وليت كنتكاسل شي شويه، ولكن المهم عذروني، راكم عارفين مع الخدمه مع الشغل بزاف على داكشي ما كنساليش. وتهلاو لي فراسكم مع فيديو جديد. السلام عليكم.